كابتن سيف، يعني يمكن الوقت ما اعرفش اذا كان مناسب، بس اكيد الناس بتسال هل في نيه لتغيير بعض اللاعبين مثلا في الفتره اللي جايه، او الاستفاده من خبرات ناس زي مثلا عصام الحضري، زي احمد حسن. انا عارف طبعا بتكلم على ناس كبيره في السن، انما ما فيش شك ان دول اسماء رموزه اسماء كبيره جدا طبعا، واسماء صاحبه انجاز كبير في ملاعب كره القدم المصريه. يعني طبعا انا بس انا احب يعني اشرح للناس ان الاول كاول خطوه في اجتماع مجلس اداره بكره يحدد كابتن برادلي وجهازه مستمر ولا لا. في حاله ان برادلي مستمر ولا لا، القرار بتاع اختيار اللعيبه فهو قرار جهاز فني بحت، هو ملك الملعب، هو يختار، ممكن يضم، ممكن يشيل، ممكن يرجع، ولكن المسؤول ان هو يحط او يقول ده يرجع او ما اعتقدش ان ده هيبقى، يعني اعتقد ان ده هيبقى قرار جهاز فني. ولكن انا حاسس يعني وجهه نظري ان هو اكيد الخطوه الجايه او اكيد الماتش الجاي هتبقى حساباته مختلفه، هيستعين باللي جاهز، هيستعين بالاسامي الكبيره، اكيد هيبقى عنده حسابات مختلفه، لان هو في النهايه هيبقى يعني مش ماتش عشان من الناس ما تحلم مش معانا ازيد من اللزوم، مش هيبقى ماتش هيأهلك لان من الصعب جدا تكسب النتيجه دي، ولكن هيبقى ماتش رد اعتبار، وان شاء الله باذن الله المنتخب ربنا وفقه هتكون حسبه تانية، بس هو عشان الناس تبقى عامله حساباتها، هو من المقام الاول ان انت تحقق نتيجه طيبه او تحقق الفوز. تمام، يعني نقدر ناخد خبر منك كابتن سيف زاهر انه نمره واحد خلاص بوب برادلي باق مع منتخب مصر، مش رايح في حته؟ اعتقد بكره، لان ده قرار مجلس اداره، وهو مجلس اداره عنده اجتماع بكره هيحدد ان شاء الله مستر برادلي. على المستوى الشخصي اتمنى انه يفضل موجود لحد اخر ماتش.